والله يعني اولا ما نجمش نعلق، لانه انسحاب اون جابر ما نجموش نقارنوه بانسحاب ايوب الحفناوي. ايوب الحفناوي بطل اولمبي، بطل العالم، يذقنا الميداليات نتاعو، بينما معناها اون جابر معناها في هالمحطات الكبرى احنا ما رينا حتى شيء، معناها انها تشارك في هالدورات الاخرى وقاعده تنجح فيها ومعناها وتشارك باسمها، ولكن بجنب اسمها يتحط دراب تونس بطبيعة الحال، هذا يبقى فيه شرف لتونس، ولكن شرف تونس هو في الدفاع في زوز محطات كبرى اللي هي كأس العالم اللي هو الفيد كاب بالنسبة للإناث في لعبة التنس والأولمبياد. احنا في الأولمبياد كانت مشاركة أولى معناها في الدور الثاني خرجت، وكانت المشاركة الثانية في طوكيو منذ الدور الأول، إذن معناها غيابها على باريس بالنسبة لي أنا من موقعي المتواضع ما يشكلش حاجة كبيرة، بينما غياب أيوب الحفناوي بطبيعة غاب بطل عنده ميداليات وعمره 21 عام ومازال ينجم يعطي، وخاصة الحقيقة اللي معناها ما عجبنيش في الانسحاب أنه يقع الإعلان عليه على الفيسبوك، بينما ثم مؤسسات ثم دولة كما احنا نحترموا الرياضيين ونحبوا أنس ونحترموها، لابد هي كرياضية أنها تعطي المثل وتحترم الهياكل معناها الرسمية، وخاصة بداية بالجامعة متاحة ثم الوزارة ثم اللجنة الوطنية الأولمبية اللي مسؤولة على الوفد. كنا نتمناه هذا، ولكن هذا ما يقللش يعني من قيمة أنس ومحبتنا الأنس، ونتمنى لها التوفيق في كل الدورات اللي تشارك فيها، وربي ينجحها وربي يوفقها لما فيه مصلحتها الخاصة.